اقعد هون محلي. لا كنت قعدت حدك. شو بدي اعمل؟ طب اعذروني غلطانه. في بروتوكول عندي. ما في عندي حل. يا بدك تقعد هون وتسمع لها وتناقشها وانت عم تطلع بالكاميرا، يا مضطرة ما استضيفك بهيدي الفقره. بس انا برايي ضروري اسمع رايك. هي فيك احسن هنيك. شو رايك يعني فضيله الشيخ؟ انا بقعد نحن نحترم رايك ونحن نحترم رغبتك. بس يا فضيله الشيخ، فضيله الشيخ، اذا انا ما بدي اخاف من ربي، يعني انا لما بدي اتحجب بتحجب لرب العالمين، ما بتحجب لحضرتك. هلا الحوار كان على حجاب، والحجاب انت حضرتك قلت بالفكر وبالعقل. فكرت كرمال الفصل الشرعي. ليش حضرتك محاوره لبقه بس ما فيكي لي؟ لا مولانا انا فيه، انا فيه انا كمل. الموضوع ليس حيث ذهبت. انا شرحت لك وانت امراه ناضجه وواعي، قلت لك انا امثل مرجعيه بين هلالين. ممكن هذا موضوع جدا. بدنا نكسر هل نكسره مش هون. ليه فضيله الشيخ؟ بعدين في قضيه. هي شو المشكله الحجاب؟ خليني اسمع. طيب عالم، في قضيه انسانيه. ما عندي مشكله بصير تقعد هون. لا في قضيه انسانيه ضروري انك تسمعها. لازم اسمع موضوع الحجاب. ما يكون عائق بانك نسمع لام موجوعه، لصرخه ام موجوعه. قوم حلا دكتور. بقعد انا ما عندي مشكله. طب تقعد هون. حد ايه؟ وين؟ تقعد محلا. مين بيقعد حلا؟ حضرتها تقعد هون اسمعوا. معقول فضيله الشيخ نحن نعمل كل هالاساليب الملتويه بس كرمال ربنا راضي؟ ربنا مش حيوقف عند هالنقطه. في قضيه اهم. يعني في قضيه اهم من الحجاب. قلت لك يا مرة استاذ، هو الموضوع الحجاب ولا محرم؟ طب فضيله الشيخ لا تبقى حضرتك واقف وانا بوقف على جنب وبتناقش انت وياها كرمال هيك يعني. اوكي فيني ضلني قاعده محلي؟ فيك تضلك. يلا. اوكي بعد ما استمعنا لقصتك مريم، نحن طلبنا من فضيله الشيخ محمد علي فوعاني انه يبقى يسمع قصتك لبركه نسمع رايه بهيدا الموضوع.